السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة عمل جروب على التليجرام، ازاي ان انا انشئ جروب بكل سهولة على التليجرام. طبعا في فرق كبير بين التليجرام كقناة وكجروب، هنشرحه ان شاء الله. ولكن في البداية نتعرف ازاي ننشئ جروب على التليجرام. التليجرام من اقوى البرامج حاليا في برامج الشات او المحادثات بشكل عام، سواء في التشفير او في جودة الصوت وفي خفة الاستخدام الانترنت. اول حاجة بنروح على الثلاث علامات اللي فوق دول، بنقط عليهم هنلاقي كلمة نيو جروب. انا طبعا من الويب فمفروض تلاقي حاجات مختلفة شوية، لكن هتلاقي برضو نيو جروب لو انت بتستخدم التطبيق عادي على الاندرويد. فنضغط على نيو جروب، لازم تضيف على الاقل واحد، ولكن انا هضغط ده اقول له نكست اضيفه. ممكن تضيف واحد اتنين تلاتة لغاية ممكن 200 واحد في البداية، اقول له نكست وهسمي الجروب هنا، وليكن مثلا هسميه اي حاجة تناسبك بقى، روضة الاذكار مثلا، روضة الاذكار. تمام، انا سميت الجروب كده واضغط على كرييت جروب. تمام، one of the music. كليك. طيب رسالة الخطأ اللي جات لنا ده لان انا اخترت عدد قليل اللي هو واحد بس، المفروض ان انا اختار اكتر من واحد، اتنين على الاقل. فاضغط على نيو جروب. تمام، واضيف اد واحد، ممكن اضيف حد تاني زي مثلا اي حساب تاني معايا، تضيف انت بقى زي ما انت عاوز. تمام، تضيف اللي يناسبك. تمام، ممكن اضيف حد تالت عشان نبعد خالص عن موضوع الاعداد والكلام ده مثلا، ولكن اي حد كده. ده مثلا اقول له نكست، اسمي اسميه جروب روضات الاذكار كده، واقول له كري جروب. المفروض ان هو يقبل دلوقتي معايا، وفعلا عامل دلوقتي جروب اسمه روضة الأذكار، مكون من 3 أشخاص اهوتي. تمام كده، أنا بقى عنده جروب. طيب الجروب ده نقدر أي حد إن هو يقدر يبعت عليه ملفات أو يبعت عليه صور أو صوت أو يبعت عليه رسائل شات عادية خالص، يكتب اللي هو عاوزه بكل سهولة، على عكس القناة اللي بيكون فقط المشرفين هم اللي عندهم القدرة إن هم ينشروا عليها، هي قناة تليجرام. ودي طبعا ان شاء الله هنعملها في شرح قادم، ازاي ان انا اقدر اعمل قناه على التليجرام بكل سهوله. كان شرح سريع وسهل جدا لطريقه انشاء جروب او مجموعه على التليجرام بكل سهوله. اتمنى يكون الشرح واضح. طبعا هنا نبعت من هنا الفايلز، بنبعت من هنا الصور، بنبعت من هنا الميديا الصوت، دي طبعا العلامات، والسند بتاعتنا عادي خالص. لو انا وقفت عليك. طيب كلام ممتاز للستيكرز، استخدامها سهل جدا. اتمنى يكون شرح واضح وسهل. لو في استفسارات منهم شوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمله لايك، لو هتستفيد بيه غيرك اعمله مشاركه. لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكون مشتركين معانا، ما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.